بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية معكم دكتور محمد عفيفي. أهلا بحضراتكم جميعا، وإن شاء الله نتكلم النهاردة عن موضوع جديد من موضوعات الفوتوشوب. لو عايز تعرف إزاي تستخدم خيارات الأوتو أونلاين أو المعزلة الأوتوماتيكية في الفوتوشوب، ولو عايز تعرف إزاي تستخدم خيار الأوتو بليند أو الدمج الأوتوماتيكي في الفوتوشوب، ولو عايز كمان تعرف إزاي تدمج أكتر من صورة عشان تكون البانوراما فوتو اللي إحنا بنستخدمها كلنا، خليك معانا وإن شاء الله هنعرف كل اللي يخص الموضوعات اللي اتكلمنا عليها دي في الفيديو التالي. اهلا بحضراتكم مرة تانية. لو انا عندي صورة زي اللي احنا شايفينها ديت، المفروض ان انا خدت اكتر من لقطة، خدت تقريبا 3 لقطات بالكاميرا، وعايز ادمج الصورة دي او 3 لقطات في مشهد واحد. طيب ده بالنسبة لـ3 لقطات فقط. لو كان عندي اكتر من لقطة، عندي تقريبا حوالي 6 لقطات، واللقطات دولت انا عايز اجمعهم كلهم في مشهد واحد زي المشهد اللي احنا شايفينه قدام. طيب كمان لو عايز تعمل بانوراما، احنا المفروض هنتكلم ازاي ندمج الصور اللي ليها علاقة بالبانوراما فوق. طيب خلينا نقفل كل ده، هنعمل دبل كليك او كنترول او، يعني هنعمل فتح لملف موجود على الهارد ديسك بتاعنا. لو فتحت انا الثلاث ملفات دول، انا عايز ايه من الثلاث ملفات دول؟ عايز اقول لحضراتكم ان انا عشان اكون المشهد اللي احنا شفناه في البدايه، انا بدات التقط 3 لقطات بالكاميرا مختلفين في اوضاع مختلفه للشخصيه بتاعتي، والخلفيه واحده، لكن كل مره الشخصيه اللي انا بصورها او بطل الصوره بتاعتي بيتحرك في مكان تاني وحركه مختلفه وبانطباع مختلف تماما عن اللي قبل. ازاي ندمج دولت مع بعض؟ احنا كنا في فيديو سابق اللي اتكلمنا فيه عن الماسكات، بنستخدم الموف تول، اعمل كليك مع دراج في ملف اخر، ولو دوست على شيفت ينزله في نص الملف بالظبط، واجيب الملف الثاني كمان واخد منه كليك مع دراج، وبرده لما ادوس على شيفت وانزل جوه الصوره هينزل في المنتصف تمام. الطريقه دي انا حطيت الثلاث ملفات او الثلاث مشاهد فوق بعض زي ما احنا شايفين. هل الثلاث مشاهد دولت ينطبقوا على بعض تماما؟ ده مشكوك فيه. ليه؟ لو انا جيت دلوقتي قللت الاوباسيتي من هنا بتاعت اخليه، هنبتدي نشوف ان في ازاحه الى حد ما ما بين العمود ده والعمود. طيب لو جينا نشوف كمان اللي بعدها، لو قللنا الاوباسيتي بتاعتها كده احتمال برضو يكون في ازاحه. ازاي اتاكد ان في ازاحه او مفيش؟ طبعا الوسيله اللي في ايدينا اللي نقدر نستعملها هي ان احنا نقلل الاوباسيتي بتاعت اللاير عشان ابتدي اشوف كامل الليارات مع بعضها هل هم منطبقين ام لا. اذا كانوا منطبقين خلاص مش اي مشكله، هنبتدي نشتغل عليهم بفكره الماسكات، ان انا احط على كل لاير ماسك وابتدي اشتغل باللون الاسود عشان اخفي واشتغل باللون الابيض عشان اظهر. عندي حل اخر، وهو اني هقفل كل الملفات اللي انا فتحتها دي. ادوب وفرت كمان برنامج اسمه البريدج، دوت انا ممكن من خلاله اتصفح ماي كمبيوتر واتصفح الهارد ديسك بتاعي، وابتدي اروح عند المكان اللي فيه الفولدر اللي انا حاطط فيه الشغل بتاعي اللي انا عايز انفذه. انا طبعا بروح على الفولدر الموجود على الهارد ديسك، وجدت فيه الصور بتاعتي هنا. طيب انا هعمل حاجه بقى تانية كمان، هعمل سيلكت على كل صور، او ممكن اعمل سيلكت على اول واحده وادوس على شيفت واخر واحده، يبقى كده انا حددت المجموعه دي من الصور زي ما بحدد اي ملف داخل الويندوز بطريقه عاديه خالص. ايه اللي هعمله بعد كده؟ هروح على تايم تول، ومن تول اخد فوتوشوب، ومن الفوتوشوب هلاقي عندي خيار اسمه لود فايلز انتو فوتوشوب لاير. ده معناه ان انا اقدر اخد الملفات دي كلها، اي عدد من الملفات احدده مهما كان عدده، عدد الملفات دي صار سواء كان 3 ملفات او اكتر، اقدر اعمل لود للفايلز دي انتو فوتوشوب لاير. زي ما احنا شفنا ايه اللي هو عمله، هو فتح ملف واحد سماه انتايتلد 1، لسه طبعا ملوش عنوان، انا ممكن اعمل سيف از واختار له اسم واحفظه بيه، وبعدين نزل في الملف دوت ادي 1 2 3 اللي هم ايه الثلاث صور او الثلاث لقطات اللي انا كنت محددهم على ديسكتوب من خلال البريدج اللي ملحق بالفوتوشوب والالتريتور وبرامج الاتايب. ايه الخطوه الثانيه اللي بعملها بعد كده؟ الخطوه الثانيه اني لازم اكون عامل سيلكت على كل الليارات دي. طبعا انا حاطط سيلكت على اول لاير، برده ممكن بشيفت واخر لاير، يبقى انا كده حددت او تارجت كل الليارات اللي موجوده عندي داخل الصوره. عشان اتاكد ان كل الليارات دي مطابقه لبعضها تماما، اروح على قائمه ايديت واختار منها اوتو الاين لاير. لما نضغط كليك هنا نلاقيه بيقول لي البروجكشن بتاعك في اوتو وفي برسبكتيف وفي كولاج وفي سلندريكال وفي فيريكال وفي ريبوزيشن. طيب اختار الخيار اللي انا شايف ان هو المشروع بتاعي يناسبه، او انا طبعا هختار اوتو عشان انا عايزه اوتوماتيكيا يبتدي يعمل اوتو الاين. قبل ما تعمل اوتو الاين، في عندي هنا لينس كوركشن، ده كمان ممكن يعمل لي تصحيح لاخطاء العدسات الخاصه بالتصوير الفوتوغرافي الرقمي، ممكن يعمل لي الفينيت ريموفال، وممكن يعمل لي جيومتريك ديستورشن اذا كان في كمان بعض الديستورشن ممكن يزيله، والفينيت دوت اللي هي الحواف اللي بتبقى غامقه
اللي بتنتج من استدارة بعض العدسات. لو ضغطت على اوكي هيبتدي يشتغل شوية معايا الفوتوشوب. يعمل ايه الفوتوشوب دلوقتي؟ المفروض ان هو بيعمل محاذاة للليارات دي مع بعضها. لو حاولنا نخفي ونظهر هنلاقي الليارات بتاعتي بقت اكثر تطابقا مع بعضها. طيب ايه المشكلة اللي ظهرت عندي لما هو عمل اوتو الاين وعمل فينيت ريموفال وعمل جيومتريك ديستورشن كمان، حاول يعالج الديستورشن ناتج من الحسابات الرقمية بتاعت الكاميرا، بدأ يسيب لي هنا اماكن فاضية. كل اللي انا محتاجه اني اروح على الكروب تول، ومن الكروب تول انا اقدر امسح الاجزاء اللي المفروض ان هي اصبحت فيها بكسلات فاضية. كده المشهد بقى كامل معايا. لو ما كانش ممكن مرة تانية احاول اظبط المشهد بتاعي. خلصت المرحلة الاولانية وهي الاوتو الاين، وكده عرفنا خيار الاوتو الاين بيساعدني في ايه. ده اول سؤال كنا سألنا عنه في اول الفيديو. طيب هنخش بعد كده على تاني حاجة، هي ازاي بقى انا اظهر الثلاث شخصيات دولت في مشهد واحد. والفكرة هي اني اقدر امسك كل الليارات اللي موجودة عندي هنا واعمل لهم اوتو بلند. تعالوا نشوف كده. لو دخلت على ايديت تحت الاوتو الاين لايرز هلاقي في اوتو بلند لايرز. لو ضغطنا عليها بيقول لي هل انت عايز تعمل البلند ميثود بتاعتك او الطريقة بتاعت الدمج بتاعتك، هل هي لمشهد بانوراما ولا تيك ايمجز، يعني مجموعة ايمجز مع بعضها لقطات. هقول له لا انا عايز اعمل تيك ايمجز، واقول له اوكي. هما نفس المشهد، انا ما حركتش الكاميرا يمينا ويسارا لما كنت بصور عشان اعمل بانوراما، لا انا هو نفس المشهد، الكاميرا المفروض مثبته عشان تصور نفس المشهد تماما، ولكن الشخصيه هي اللي بتختفي تظهر او تغير مكانها ويتغير ملامحها. ايه اللي حصل عندي دلوقتي؟ ايه اللي حصل ان هو دمج لي دمج اوتوماتيكي ما بين الثلاث ليارات. والدمج ده نتج من ايه؟ نتج من انه لو بصينا هنا كده مثلا، هو حط ماسك. طبعا انا ظهرت الماسك ازاي؟ رحت على الماسك وضغطت على الزرار الت من الكيبورد مع كليك على الماسك. فهنا بدا يحط لي هو ماسك على اول لاير وحط فيها، وزع بطريقه اوتوماتيكيه مساحات بالاسود ومساحات بالابيض، بحيث ان بعض الاجزاء تظهر من اللاير دي والبعض الاخر يختفي. اللي هيختفي يبقى اكيد هيبان منه اللاير اللي تحتيه، وهكذا هو عمل في كل الليارات اللي موجوده عندي. طيب السؤال بقى عندي انا لما ارجع كده للحاله الطبيعيه البريفيو بتاع الصوره نفسها، هل هو ده الدمج اللي انا عايزه او هي دي نتيجه الدمج اللي انا محتاجها؟ قد يكون في بعض المشاريع التصميميه ده مناسب ليك، او تكون انت مش محتاج انك تظهر الشخصيه بكامل تفاصيلها، او تكون انت محتاج انك تظهرها بالضبابيه اللي احنا شايفينها دي وتبقى حاجات عامله زي اكن في عفريت بيتنطط كده في الصوره، بيروح ويجي ويرجع ويجي تاني يعني ربما يكون في مشهد دراماتيكي كده انت عايز تعمله في صوره ويكون دوت مناسب ليك. لكن بالنسبه لي الهدف اللي كنا عايزين نوصل له هو ان انا اشوف الشخصيه كامله في المشهد، اشوفها مره في مكان ده وفي مره في المكان التاني، وانطباعها مختلف، حركتها مختلفه، لكن تبقى الشخصيه واضحه وظاهره كل تفاصيلها وملامحها. طب ازاي نعمل الكلام ده؟ خلينا نلغي خالص الملف ده ونرجع تاني بنفس الكيفيه. انا لو دخلت على فايل ورحت منها للبراوزنج بريدج وهم نفس الملفات متحمله معايا، ودخلت على تول ومن تولز خدت فوتوشوب، ومن فوتوشوب خدت لود فايلز انتو فوتوشوب لايرز. لما فتحت معايا الثلاث ملفات او الثلاث لقطات او الثلاث صور في ملف واحد، هبتدي اعمل سيلكت على اول لايرز اللي موجودين عندي او تارجت اول لايرز اللي موجودين عندي، احددهم، وبعد كده هروح على ايديت وابتدي اعمل فقط الاوتو الاين لاير. الاوتو الاين لاير بيضبط لي اللايرات مع بعضها، ولحد كده هو ده اللي انا محتاجه من التاثير الاوتوماتيكي او الاوبشن اوتوماتيك. طيب بعد كده هاخد الكروب تول زي ما اتفقنا، وهبتدي اظبط المساحه المرئيه عندي من الصوره عشان ابتدي الغي البكسلات اللي اصبحت مش واضحه معايا. بعد اللي انا عملته ده هبتدي اشتغل بقى مانوال، يعني هبتدي اضيف هنا ماسك. طب لو انا عايز اضيف ماسك اخلي دي تختفي تماما، اللاير دي تختفي تماما، ممكن اضغط على ال واروح على علامه الماسك واضغط كليك، الماسك اللي هيطلع عندي هنا هيطلع باللون الاسود. احنا في العاده لما نضغط كليك على علامه الماسك اللي هو اد فيكتور ماسك بينزله باللون الابيض، لكن مع الضغط على الزرار الارت اقدر احصل على ماسك باللون الاسود. والماسك باللون الاسود معناه ان انا خفيت كامل اللير اللي فوق. نفس الموضوع اعمله على اللير اللي تحت، برده هتارجت اللير اللي تحت، اضغط على الت واروح اضغط على علامه الماسك، حط لي برده ماسك باللون الاسود. كده اصبح التو لاير اللي موجودين فوق ما لهمش اي اثر. طب اللير اللي انا متارجتها دي بقى هبتدي، لو انا قلت ان انا هشتغل عليها باللون الابيض فانا هبتدي ايه اعمل تبديل للفور جراوند والباك جراوند بحيث ان يطلع عندي اللون الابيض فوق في الفور جراوند، وهبتدي استخدم الفرشه واجي في المكان اللي كان موجود فيه الشخصيه واقفه هنا، وابتدي اعمل ايه يا جماعه، هبتدي اظهر الشخصيه ديت من خلال الرسم الفرشه زي ما احنا شفنا. واحده واحده احنا نقدر كمان الفرشه نصغرها او نكبرها حسب حاجه، بحيث ان انا ما اقطعش في جزء او اظهر جزء انا محتاجه. فهبتدي اشتغل كده هنا، اتاكد ان انا
كل الاجزاء بتاعتي واضحه تماما. وطبعا زي ما قلنا بشتغل باللون الاسود، ده معناه ان هو هيكون مرئي بنسبه 100%. يعني الاجزاء اللي انا بلونها باللون الاسود دي وانا متارجت الماسك مش اللير، وانا متارجت الماسك مش الصوره نفسها او البروفيو بتاع اللير، انا كده ببتدي اظهر وقفي من خلال استخدام اللون الابيض واللون الاسود. بكده انا قدرت اظهر مين؟ اظهر البنت اللي في المشهد الثاني وهي موجوده هنا. طبعا اكد كويس جدا ان كل تفاصيلي باينه عشان ما تبقاش صوره فيها شيء غير واقعي. طيب ده اللي انا عملته فين مع ثاني لير. نفس الموضوع هروح على الثالث لير وهتارجت برضو الماسك، وانا عارف ان تقريبا كانت البنت دي موجوده هنا كده، هبتدي احاول اظهرها ثاني وهي في المكان ده برضو باستخدام اللون الابيض على الماسك اللي باللون الاسود اهو، وهشتغل كده بحيث ان انا ايه بتحرك اهو مع الاجزاء اللي المفروض تظهر بحيث ان انا اظهر كل الاجزاء. كده انا اكون خليت الثلاث مشاهد لنفس الفتاه دي او البطل بتاع الصوره بتاعت موجودين مع بعض في نفس المشهد. طبعا الامر يقتضي مني ان قد يكون في مشكله في بعض الماسكات اللي انا عملتها، فانا اقدر اعمل اكس عشان ابدل الاسود مكان الابيض وابتدي اشتغل تاني هنا عشان اخلي الارضيه اللي حوالين البنت تفضل دايما بنفس درجه اللون، عشان انا حاسس ان كان في لير فاتحه شويه عن اللير الثانيه، وده طبعا عامل زي هاله كده حوالين الشخصيه بتاعتي. طبعا زي ما قلت لكم انا ممكن اعمل تبديل ما بين الابيض والاسود اكتر من مره، مفيش اي مشكله، بحيث ان انا ااكد على الشغل بتاعي يكون مظبوط. مش هضيع وقت اكتر من كده، انا حاولت اوري حضراتكم الفكره من التعامل مع الاوتو اللاين واستخدام الماسكات في اظهار واخفاء المشاهد داخل صوره واحده. وكده انا اكون حصلت على النتيجه النهائيه اللي هي فيها البنت الموجوده في ثلاث لقطات مختلفين وثلاث اماكن مختلفين، ثلاث انطباعات ربما مختلفين، لكن في الاخير اتجمعوا في مشهد واحد. اروح على تاني مشروع بنفس الطريقه. لو رحت على البريدج بنفس الطريقه، انا لو عندي اكتر من ملف زي كده نفس الموضوع، لو عندي مش 3 لقطات بس، انا عندي هنا تقريبا 6 لقطات، اروح على تولز ومن تولز اختار فوتوشوب، ومن فوتوشوب اختار لود فايلز انتو فوتوشوب لايرز كليك. من المفترض ان الست لقطات او الست صور او الست ملفات يتجمعوا عندي في ملف واحد، ولكن عن طريق ان كل ملف فيهم يدخل على لاير مختلف. بعد ما حددتهم السته برده من خلال شيفت احدد كل الليارات، اروح عند ايديت واعمل اوتو الاين لايرز، وبرده اختار اوتوماتيك واقول له اوكي مع التاكيد على الجينيت ريموفال والجيومتريك ديستورشن التشيك اللي انا عاملهم تحت ده عشان برده يحاول يساعدني شويه في معالجه الاخطاء الناجمه عن التصوير باستخدام عدسات مختلفه. طبعا بننتظر شويه لحد ما يحمل، بياخد وقت طبعا حسب عدد الصور وحسب الريزولوشن بتاعها. وانا زي ما احنا شايفين كاتبني الاين سيلكتد لايرز بيزد اون كونتنت، يعني هو بيحاول يعمل الاين محاذاه للسيلكتد لايرز يعني الليارات اللي انا محددها بالاعتماد على الكونتنت يعني محتوياتها من البكسلات الملونه. بياخد وقت طبعا في المعالجه وفي الاخير بيديني النتيجه النهائيه. زي ما قلت لحضراتكم انا ممكن الاجزاء اللي موجوده هنا دي اتركها حتى مؤقتا، لازم الغيها، لكن انا عايز اعمل ايه؟ زي ما قلنا هيبقى في لير باينه، اللير اللي بعدها انا هحط لها ماسك مع الت ماسك بالاسود، اللير اللي بعدها كمان الت ماسك بالاسود، واللير اللي بعدها انا بعمل ماسك بالاسود ليه؟ لان مساحه المرئي منها قليل، فالمساحه اللي انا عايز اقعد ارسمها مش عايز استهلك وقت واقعد مساحه كبيره، فانا بخفي وبعد كده ابتدي اظهر كل واحد على حد. دلوقتي اللي ظاهر عندي بما ان انا اخفيت كل الليارات الخمسه اللي فوق، فانا هيكون ظاهر عندي هي اللير اللي تحت. طبعا لو انا عارف فين الشخص اللي في اللير دي هبتدي اتارجت الماسك بتاعه وابتدي اشتغل عليها باللون الابيض. الطريقه دي قدرت اظهر الشخص اللي راكب العجله دي. طبعا ناخد بالنا عشان تكون الصوره فعلا واقعيه لو في ظل كمان ابتدي اظهره معايا عشان الصوره تبقى باينه انها واقعيه، الشخص ده مش هيكون موجود في المشهد بدون الزرار اللي هو بيسقطها على الارضيه اللي ماشي عليها. اروح على اللير اللي بعدها كمان وابتدي برضو اتارجت الماسك، وبعدين هشوف كان فين الشخص بتاعنا او هو تقريبا كان في المنطقه دي اهو. انا طبعا بحاول ادرس الليارات الاول واشوف كل تفاصيلها واعرف موقع الاشخاص اللي انا عايز اظهرهم فين او اللي انا عايز اخليهم. يبقى انا كده اظهرت ادي ثالث لقطه الشخص اللي راكب العجله اللي هي معجله واحده. التارجت اللي بعدها وبرضو هحاول او بحاول اظهر اللقطه اللي بعدها، تقريبا كان على الكوبري هنا الولد راكب العجله في المنطقه ابتدي برضو اظهر كل تفاصيله. خد بالك انك تظهر كل تفاصيل. تارجت الماسك بتاع اللير اللي بعدها وبرضو نفس الموضوع، هو ابتدي ابحث عنه اهو لما بيظهر عندي خلاص انا كده حققت المطلوب. اروح على اخر واحده فيهم تارجت الماسك وبرضو ابتدي ابحث عن اول واحد فيهم خالص اهو. بكده اكون اظهرت جميع الشخصيات في المشهد. المرحله اللي بعد كده ان انا اعمل كروب للمشهد دوت. لو جيت انا اعمل كروب للمشهد بتاعي هبتدي الاحظ ان ممكن الشخص دوت راسه تتقطع معايا في الكروب
الجروب اللي انا بعته. لو انا خرجت بره الجروب تول هضغط على الكنسل كارنت جروب اوبريشن. لو انا خرجت قلت ان انا مش هستخدم الجروب تول، خلينا نشوف هذا الخيار. لو انا عملت ميرج لكل الليارات دي بعد ما انا خلاص دمجت كل المشاهد في نفس الصوره بتاعتي، وابتدي اعمل سيلكت على المنطقه مثلا دي كده اهي، ازود عليها كمان، ابتدي اعمل اد تو سيلكشن الطريقه دي، وهزود عليها المنطقه اللي هنا دي، ازود عليها كمان المنطقه اللي هنا دي، ازود كده، وابتدي اشوف. لو انا دخلت على فيل وبعدين خدت من الخيار اللي هي كونتنتس بدل فور جراوند او باك جراوند او كلر او باترن او بلاك او جراي او وايت، كل الخيارات دي اتكلمنا فيها قبل كده، لكن ما اتكلمناش عن الكونتنت اوير. لو خدت انا منها الكونتنت اوير، كونتنت اوير دي تبتدي تعملي تعبئه بما يراعي المشهد العام للصوره. خلينا نعمل اوكي. زي ما شفنا في المنطقه دي المعالجه كانت كويسه جدا، لكن هنا عند الشجره فيها مشكله. طيب انا ممكن ارجع تاني اعمل سيلكت هنا، وبنفس الطريقه احنا قلنا ممكن نعمل شيفت باك سبيس عشان يوديني عند الفيلم كونتنت اوير، واوكي. يعني الى حد ما بيبتدي يظبط شويه المساله. ابتدي اظبط تاني، احاول اظبط تاني هنا ايديت فيل كونتنت اوير، اوكي، يعني برده ظبط اكتر. وطبعا احنا ممكن ايه نشيل الجزئيه دي كلها وناخد كوبي من هنا ونركبه على دوت، خلاص ما يبقاش فيه اي مشكله. برده بالنسبه للجزئيه اللي تحت دي هنا، انا برده لو قدرت اكمل دوت، يعني لو عملت شيفت باك سبيس وبالكونتنت اوير، اوكي، زي ما احنا شايفين هو كمل بقيه الجزئيه مفيش اي مشكله. هنا كمان برده لو عملت شيفت باك سبيس وكونتنت اوير بدا يكمل، يعني انا الى حد ما ايه كملت شويه قبل ما استخدم الكروب تول. دلوقتي ممكن استخدم الكروب تول بالطريقه دي، ويبقى انا يعني الاجزاء اللي انا ضيعتها ما هياش كتير نسبيا كده. ده المشهد بتاعنا النهائي، وكده نكون وصلنا لدمج اكتر من لير مع بعض. يبقى دي كانت تاني حاجه احنا بنتكلم عليها اللي هي مع الاوتو اونلاين ازاي نعمل اوتو بلند. اوتو بلند ما كانتش مناسبه وما بتدينيش التاثير المطلوب. بدات انا استخدم الطريقه المانيوالي اللي من خلالها ممكن اضيف ماسكات، وبالماسك انا اقدر اتحكم في الاظهار وفاء العناصر الموجوده عندي داخل. عشان نتكلم على البانوراما فوتو لازم في البدايه نفتح بس مجموعه ملفات الموجوده عندي. لو انا اخدت الملفات دولت، الملفات دي المفروض ان هي صور بانوراما. لو اخدت انا ثلاث صور دولت معايا، انا عندي الصوره 1 والصوره 2 والصوره 3. ندخل على ويندو هنا، وممكن من الرينج اعمل 3 اب فيرتم عشان يظهر لي الثلاث صور مع بعض. انا عايز اشوف حاجه مهمه جدا لازم نفهمها. لما نفتح كامل الثلاث صور دولت وهم باينين قدامنا كده، لازم نفهم حاجه مهمه جدا. اولا بالمناسبه يعني بما ان احنا باين عندنا الكلام دوت في الصور دي، ادي عندي الفينيات اللي انا بتكلم عنه، التاثير اللي هو ناتج عن استداره العدسات. الفينيات اللي هو موجود في حواف دوت بيكون عباره عن درجات غامقه من اللون شويه في حواف الصور ناتج عن استخدام العدسات. طبعا قد يكون في جيومتريك ديستورشن، في بعض الديستورشن الموجود في القياسات بتاعه الصوره كمان، هو ده المفروض الفوتوشوب بيحاول يعالجها. بنتكلم عن ايه عشان تعمل صوره بانوراميه جيده؟ مهم جدا عشان اعمل صوره بانوراما جيده ويقدر يساعدني البرنامج على ان يطلع نتيجه كويسه جدا، لازم يكون في 30% من الصوره مشترك ما بين الصورتين جنب بعض. يبقى حاول لما تيجي تصور اللقطات بتاعتك بتاعت البانوراما لازم يكون فيها ايه الازاحه بتاعتك، تكون برضو بتحاول تحافظ على ان يكون في 30% من اخر مشهد انت صورته يكون موجود معاك في المشهد الجديد او بعد ما حركت الكاميرا للموقع الجديد. نرجع تاني، لو احنا قلنا ان انا اقدر استخدم دولت عشان اعمل البانوراما، اروح بقى على الاوبشن او الخيار بتاعنا. الخيار بتاعنا اسمه فايل، ومن فايل هاخد حاجه اسمها اوتوميت، ومن اوتوميت هبتدي اعمل فوتو ميرج. فوتو ميرج يعني ادمج لي الصور دي. في الفوتو ميرج عندي نفس الخيارات اللي هي كان اوتو وبرسبكتيف وسلندريكال وسفيريكال وكولاج وريبوزيشن. طبعا تقدر تختار من هنا كده براوز، وتقدر تختار الصور حتى لو كانوا غير مرتبين، تقول له اوكي هو بينزلهم هنا حتى لو كانوا غير مرتبين، مفيش اي مشكله، مش لازم انت ترتبهم او تشغل بالك بترتيبهم. انت عايز تعمل ايه؟ بقول له انا عايز اعمل بلند للايمج together، يعني ادمج لي الايمجز دي together يعني مع بعض. وفي كمان الفينيت ريموفال حاول تشيله، وكمان الجيومتريك ديستورشن حاول تكوريك او تعمل له كوريك. اوكي، وهنتظر هجد انه بيقوم ببعض المعالجات. اولا هو خد الصور وحطهم في ملف واحد اهو زي ما احنا شايفين، بيحاول يرمي الليارات، دخلهم كلهم عباره عن ليارات، بدا على كل لير يحط ماسك، والماسك ده يكون فيه ابيض واسود بحيث ان هو يظهر اجزاء ويخفي اجزاء. اكيد الاجزاء
اللي هو بيخفيها من اللير دي هتكون ظاهرة في الليارات الأخرى، ويكونوا بيكملوا بعض عشان يديني النتيجة اللي احنا شايفينها قدامي دي. ادي الأربع صور اندمجوا في مشهد واحد زي ما احنا شفنا. بكل بساطة هو قدر يدمج لي الأربع صور. طب لو أنا جيت دلوقتي شلت مثلا العين اللي قدام اللير دي هشوف هو عمل إيه. زي ما احنا شايفين لو كبرنا كده قوي هنبتدي نلاحظ إنه قاصص من واحدة، بس طبعا هو مش قاصص، هو بيستخدم الماسك، لكن أنا عايز أقول إنه هو مشي على حدود فاصلة ما بين البكسلات. ولو انت عايز تشوف الكلام ده تقدر تروح على فيو، ومن فيو تروح على شو، ومن شو بيكسل جريد. تقريبا لو لاحظتوا معايا حضراتكم هنلاقي انه بيكسل بيكسل بيبتدي يظهر ويخفي من كل لير بنفس الطريقه. لما نظهر دي كده مكمل تماما، انا مش قادر اشوف الفاصل او القص بتاعه كان موجود فين. ودي طبعا بيعملها بطريقه اوتوماتيكيه من غير ما اتدخل انا تماما، بكل بساطه طلع لي النتيجه. طبعا بسرعه كده انا احاول اعمل الموضوع ده تاني. لو عملت برضو فتحت مجموعه من الصور غير دي، لو جينا مثلا عند مجموعه الصور دي قلت اوبن، لما تفتح الصور دي كلها على الفوتوشوب هي فاتحه كل واحده في صوره، الصور كلها فاتحه بحيث ان كل صوره في ملف، يعني عندي ملفات، مجموعه ملفات موجوده على البرنامج. لو رحت على فايل تاني وخدت منها اوتوميت، ومن اوتوميت خدت فوتو ميرج، والمره دي بدل ما اعمل براوز اقول له اد اوبن فايلز، يعني ضيف الملفات اللي انا فاتحها بالفعل على الفوتوشوب، وكمان اعمل لي بلند ايمجز توجذر، واعمل لي الفينيت ريموفر، واعمل لي الجيومتريك ديستورشن. خد بالك من ده كله، حاول تصلحه لي. وبعدين هقول له اوكي وهنتظر لحد ما نشوف هو بيعمل ايه بالظبط. فهو تقريبا فتح ملف جديد سماه انتايتلد، انا مش شايفه لسه حتى. وفي الملف دوت بدا يحط لي كل الليارات لير لير، كل لير منهم عباره عن ملف من اللي كانوا مفتوحين، دخلهم في فايل واحد فقط. وبعد ما يضيفهم كلهم على فايل واحد هيبتدي يضيف لهم الماسكات اللي احنا شفناها في الملف اللي فات، بحيث ان هو يقص من واحده ويظهر واحده ويخفي واحده، والتجميع مع بعضها كلها تكون هي دي النتيجه اللي موجوده عندي للبانوراما فوتو. الان الصور دي كانت عباره عن قطع، لكن هو بدا يقص من واحده ويضيف واحده بحيث ان هو يجمعهم مع بعض بالطريقه اللي احنا شفناها دي. وطبعا زي ما انت شفت اهي انتايتل بانوراما 1 دي التسميه اللي هو سماها للملف بتاعه. نعالج دي ازاي؟ المعالجه بعد كده ان هعمل كروب، ابتدي اعمل كروب، اشيل المساحات ازاي ده قدر الامكان. انا تقريبا كده بقدر الامكان شلت الزيادات. وزي ما قلت لكم لو انا رحت هنا عملت ميرج لللايرز دي، وبعدين رحت عامل تحديد على المساحه اللي هي بيكسلز شفافه دي اهي، ودوست على شيفت باك سبيس، ومن شيفت باك سبيس عملت كونتنت اوير وقلت له اوكي. بسرعه جدا هيبتدي هو ايه يوجد لي تعبئه للمساحات دي بما يتلائم مع بقيه الصوره. المساحه اللي كانت ملاصقه ليها تماما كانت السحاب او السماء والسحب اللي موجوده، هو كمل لي بقيه الاجزاء برضو بالسماء والسحب اللي موجوده بحيث انها اصبحت الصوره متكامله ما فيهاش اي مشكله. طبعا نقدر نكرر دوت اللي احنا عملناه على اي عدد من الصور. كمان احنا نقدر لما نعمل اوتوميت وناخد منها فوتو ميرج، ممكن هنا كمان لما نعمل براوز نبتدي ناخد زي ما قلنا اكتر من صوره مهما كان عددهم. لو دخل عندي مجموعه صور هنا، انا لو خدت مثلا بدل يوز فايل اخد منها فولدر، انا ممكن كمان لما اعمل براوز هو ما يشوفش عندي بقى الملفات ولكن يشوف الفولدرات. ممكن اختار فولدر معين من على الهارد ديسك بتاعي وهو يشوف كل الملفات اللي فيه وينزلها، او زي ما قلنا ممكن اعمل فايلز اللي جوه دي كمان ممكن احدد بعضها واعمل ريموف. ممكن يكون في بعض الصور الثانيه المفتوحه اللي انا مش حابب ان هي تخش معايا، او هي مش تابعه للبانوراما فوتو او اللقطات اللي انا خدتها. طبعا دولت ممكن نطبقهم كلهم في حاجه تبقى برسبكتيف وسلندريكال. نشوف لو الصور اللي بتاعتي عباره عن منظور صور منظوريه اختار برسبكتيف، لو هي فيها اسطوانيه شويه اختار سلندريكال، لو هي عباره عن سفيريكال زي كني انا في الفضاء كده داخلي لكوره مثلا برضو اختاره، كولاج او ريبوزيشنال حرك زي ما انت عايز. اختار كل واحد فيهم، ممكن تجرب كل واحد فيهم وتشوف انسب واحد فيهم لمجموعه الصور اللي انت التقطتها ايه وتقدر تنفذه عليهم. وما تنساش تاني انك تعمل بلند ايمجز تو ليزر، وتعمل ازاله للبنيات الموجوده عندك، وكمان تعمل كوركشن للجيومتريك ديستورشن. وكده نكون خلصنا الموضوع اللي بنتكلم عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. اترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.